أهلا ومرحبا بكم أعزائي الطلاب، طلاب الصف الثاني الثانوي الفروع العلمية وفرع الآداب والإنسانيات. وردتني صراحة طلبات من طلابنا الأعزاء لأحضر لهم طريقة معالجة موضوع فلسفي بشكليه: القول، معالجة القول، وتحليل النص. فسأقدم لهم على عجالة هذا النموذج، أرجو المتابعة والاستفادة القصوى. في معالجة القول نبدأ من الطرح. كيف يطرح القول؟ وما هي الأسئلة التي تطرح حوله؟ إذا يأتي قول أحد أقوال الفلاسفة أو أحد أحكامهم التي تصب في صميم الدروس التي ندرسها. عليها ثلاثة أسئلة مساعدة حتى نستطيع أن نكتب المقالة التابعة لهذا القول في معالجة هذا القول. السؤال الأول: ألف، اشرح القول مبينا الإشكالية التي يطرحها. ب، ناقش هذا الموقف بمواقف أخرى. وجيم، يطرح لنا سؤال حول مسألة متعلقة بالمسألة الأولى التي موجودة في القول، والمطلوب منا أن نبدي رأينا بطريقة حرة، ولكن شرط التعليل والتبرير لما اتخذت هذا الموقف من هذه المسألة. تابعوني إذن كيف نقدم أجوبة هذه الأسئلة الثلاث. السؤال الأول: اشرح القول مبينا الإشكالية التي يطرحها. ما هي الخطوات التي أقوم بها أنا كطالب حتى أقوم بحل هذا السؤال؟ تنقسم إجابة هذا السؤال إلى ثلاثة أقسام أو خطوات رئيسية: المقدمة، الإشكالية، ومن ثم الشرح. ولكل خطوة من هذه الخطوات أصول وقواعد. نبدأ بداية مع المقدمة. ما هي المقدمة؟ هي تمهيد يجعلني أنا كقارئ لهذا المقال أو لهذا الموضوع أدخل في الموضوع، ولكن دون أن أعرف الإجابة أو أعرف التحليل أو النتيجة. إذن هي مقدمة، هي تمهيد، تماما مثل أي مقدمة أكتبها لكتاب، لقصوصة، لموضوع إنشاء عربي أو تعبير أجنبي باللغة الأجنبية. نحن متعودون على هذا الأمر، وهناك نماذج مقدمات كثيرة سوف أحضرها لكم في تسجيلات أخرى، ولكن هنا سنعتبرها أنها مقدمة عادية، مدخل عادي. تنقسم إلى ثلاثة أقسام المقدمة بصراحة. أيضا المقدمة فيها ثلاث خطوات أو ثلاثة أقسام: المقدمة العامة، مقدمة خاصة، وتحديد الأطروحة. هذه مقدمة خاصة بموضوع الفلسفة. المقدمة العامة أو الجزء العام من المقدمة هو الكلام العام الذي أتحدثه أو أتكلمه كمدخل عام عن الموضوع أو المسألة المطروحة أمامي للمعالجة. المقدمة الخاصة وهي تحديد الموضوع الخاص الذي يدور حوله القول، وتبيان النقطة الرئيسية التي يشير إليها القول. ثالثا الأطروحة، وهي الطرح الذي يطرحه الكاتب أو كاتب القول أو الحكم، يعني يعكس موقفه من المسألة، سواء كان هذا الطرح مطروح بطريقة إيجابية أو مطروح بطريقة سلبية، يعني مطروح بطريقة أنه يؤكد هذا الأمر أو ينفي الأمر ليؤكد أمرا آخر عكسه. إذن إلى هنا نحن قسمنا الخطوات في المقدمة إلى ثلاثة خطوات، وسنقوم بإجراء تطبيق على هذه الخطوات.
التطبيق سيكون على قول الحضارة مدينة في نشأتها للظروف الطبيعية والجغرافية المناسبة للإنسان. لو اعتبرت أن هذا القول هو الموضوع الذي طرح أمامي في مسابقة الاختبار، وعلي أن أكتب المقالة الفلسفية المناسبة لهذا القول. ألف، اشرح هذا القول مبين الإشكالية التي يطرحها. أنا الآن في هذه الخطوة، اشرح بشرح القول وتبيان الإشكالية حتى أستطيع أن أكتب المقدمة والمقدمة العامة والمقدمة الصغرى وحدد الأطروحة. علي تفكيك هذا القول لأفهم بالضبط ماذا يعني هذا القول أو أي قول فلسفي. يعني أبدأ دائما على ورقة الخرطوش بتفكيك القول أو النص لكلماته الأساسية ولأفكاره الرئيسية ولأفكاره الثانوية، حتى أفهم بالضبط كيف يتحدث هذا الكاتب في هذا القول عن المسألة وبالضبط ما هي الأطروحة. إذن عندي الحضارة مدينة في نشأتها. الحضارة هنا أفهم أن لمعنى الحضارة معنى لغوي ومعنى اصطلاحي، والمقصود هنا بالمعنى الاصطلاحي المتعارف عليه. مدينة أي هي لها دين على في نشأتها، يعني بزوغ الحضارة للظروف الطبيعية والجغرافية. إذن الحضارة مدينة للظروف الطبيعية والجغرافية من سهول وأودية وأراضي زراعية وأنهار ومناخ إلى آخره المناسبة. وهنا الكلمة التي تدلني مباشرة على الأطروحة المناسبة، يعني قد تكون هناك ظروف طبيعية غير مناسبة لعيش الإنسان مثل الصحراء، فلم تشهد بناء وتطور حضارة ورقي إنسانيين. إذا ننتبه إلى كلمة المناسبة، يعني لابد أن تكون الظروف الطبيعية والجغرافية مناسبة لعيش الإنسان، والكلمة الأساسية الأخيرة هي الإنسان. الحضارة تعني الإنسان، وبأحد معانيها هي أنسنة وتمدن، أنسنة لما هو متوحش وبري وخشن وفج، وبالتالي لا حضارة بدون إنسان. إذن بهذا القول نجد أن الكاتب يتحدث عن كيف تنشأ الحضارة، ويقول يقدم الجواب أو يقدم الإجابة أن الحضارة تنشأ في توفر أو عند توفر الظروف الطبيعية والجغرافية المناسبة لعيش الإنسان. إذن تكون الأطروحة الحضارة تنشأ بسبب توفر الظروف الطبيعية التي تناسب عيش الإنسان. إلى هنا أصبح واضحا أمامي كيف سأدخل في معالجة هذا الموضوع، وكيف أكتب المقدمة العامة والخاصة، وكيف أحدد الأطروحة. المقدمة إذن أقترحها، يمكن أن نكتب أن الإنسان عندما سكن الأرض لم يكن يعيش فيها بطريقة كسولة ومستهلك، إنما أدخل عليها تعديلات وتغييرات بسبب حاجته للمأكل والمشرب والملبس والمسكن وللتناسل. فقد أدخل تعديلات وتغييرات على الطبيعة، فنتج عن تلك التغييرات ما نشهده من حضارات. هذه المقدمة العامة المقترحة. ربما المقدمة الخاصة، والحضارة تعني في الأصل اللغوي سيفيس وسيفيليزاسيون، مواطن في مدينة. وابن خلدون في تعريفه الاصطلاحي لمصطلح الحضارة يقول أن الحضارة هي تفنن في الترف وإحكام الصنائع المستعملة في وجوهه ومذاهبه، والتنوع بأحوال الترف وما تتلون به العوائد. ثم نستعرض بعض التعريفات الاصطلاحية والحديثة
لمفهوم الحضارة، مثل أنها مجموع الإنتاج المادي والروحي والعلمي والتقني، كل ما قدمته الجماعة البشرية، وهي كل ما أضافه الإنسان إلى حال الطبيعة. إذن يمكن للطالب أن يعدد ما شاء من تعريفات اصطلاحية ومفهومية لمفهوم الحضارة. وفي هذا القول الذي أمامنا، يعني ننتقل إلى الخطوة الثالثة، تحديد الأطروحة. وفي القول الذي أمامنا نجد أن الكاتب يشدد على أن الظروف أو توفر الظروف الطبيعية لا بد أن تتوفر وتكون مناسبة لعيش الإنسان. الآن ننتقل إلى الخطوة الثانية من جزئية ألف، الإشكالية. والإشكالية نعرف أننا أمام تساؤل يثير الشك والقلق، هذا أساس تحديد الإشكالية وصياغتها. يعني عندما أقرأ هذا السؤال أجد نفسي أمام حيرة وشك وريب. إذا أجبت بنعم هناك مشكلة، وإذا أجبت بكلا هناك مشكلة، وكيف ما يجيب الإنسان يقع في هذه المشاكل الفكرية طبعا. لذلك الإشكالية هي تساؤل يثير هذا القلق وهذه الحيرة وهذا الشك، وبقدر ما نستطيع صياغتها وفق هذه الشروط بقدر ما نكون قد أصبنا صياغة الإشكالية. إذن كيف أحدد الإشكالية؟ الإشكالية تتحدد من القول نفسه. القول نفسه هو إجابة على السؤال الضمني الذي يضعه الكاتب أو الفيلسوف في ذهنه، ويقول القول يجيب عن هذا. ولكن حتى يكون العمل منهجي ودقيق، قمت في الخطوة الأولى في تفكيك القول وتحديد أطروحته التي أجدها فيه، لأستطيع أن أصيغ الإشكالية بشكل دقيق. فوصلت إلى خطوة الأطروحة وقلت: الحضارة تنشأ من توفر ظروف طبيعية تناسب عيش الإنسان. إذن هذه هي الأطروحة، وهي بشكلها اللغوي وشكلها من حيث الطرح هي أطروحة مثبتة، أي أن الكاتب يثبت رأيا أو موقفا معينا بقوله أن الحضارة تنشأ من توفر الظروف الطبيعية التي تناسب عيش الإنسان. ما هو عكس هذه الأطروحة؟ عكس هذه الأطروحة أنه لا ليست الظروف الطبيعية هي وحدها أو هي التي تساهم في نشأة الحضارة. لنشأة الحضارة نحتاج إلى وجود الإنسان مثلا، يعني هنا نتحدث عن العامل الإنساني والثقافي والروحي، هناك عامل آخر يعني. فعكس هذه الأطروحة يكون بهذا الشكل. أنا فيه صياغتي للإشكالية يجب أن أضمن الإشكالية الأطروحة المثبتة والأطروحة المستبعدة، الأطروحة التي يستبعدها الكاتب. يعني الكاتب في قوله هذا يستبعد وجود عوامل أخرى، لأنه قال الحضارة مدينة، كلمة مدينة هي التي تدلني على الأطروحة المستبعدة. إذن كيف أحدد المشكلة هنا؟ المشكلة هنا أنه كيف تنشأ الحضارة، أو ما هو العامل الذي يساهم أو يؤسس لبناء أو لنشأة الحضارة؟ هل هو الظرف الطبيعي أو الظروف الطبيعية فقط، أم في عنا ظروف أخرى؟ إذن نحن استطعنا أن نذهب إلى التساؤل الذي هو موجود في ذهن الكاتب عندما كتب لنا هذه العبارة أو هذا القول. إذن نقوم بصياغة الإشكالية. ما هو أساس بناء الحضارة؟
كمان ممكن اطرح السؤال هيدا، نحن في إجابتنا على في كتابتنا للإشكالية نراعي شرطين، كتابة إشكالية عامة وكتابة إشكالية خاصة. والإشكالية العامة بشكل عام نسأل عن الماهية، عن الطبيعة، طبيعة الشيء، ماهية الشيء. نستطيع أن نستخدم أداة استفهام مناسبة، هي ما هو أو ما هي طبيعة أو كذا إلى آخره. ثم نكتب الإشكالية الخاصة والتي تنقسم بدورها إلى قسمين، قسم بهل هو كذا، يعني نذهب إلى الأطروحة المثبتة، وأم أنه كذا، يعني نذهب إلى الأطروحة المستبعدة. إذن هذه هي قاعدة كتابة الإشكالية. في هذا القول الذي أمامنا، كيف نطبق هذه القاعدة؟ نقول ما هو أساس بناء الحضارة، أو ما هي أسس بناء الحضارة، أو كيف تنشأ الحضارة، أو كيف تبزغ الحضارة إلى آخره من تساؤلات تدلنا على أننا نحن نتمحور في تساؤلنا حول طبيعة العامل أو العوامل التي تبني الحضارة. التساؤل الثاني، هل هو أو الإشكالية الخاصة، هل هو العامل الطبيعي والجغرافي، علامة استفهام، أم أنه لا بد من وجود عوامل أخرى تساهم بالدورة الحضارية وتطورها؟ وهنا الأطروحة المستبعدة. لننتبه جيدا أعزائي الطلاب، أننا لو كان الكاتب كتب في قوله الحضارة مدينة في نشأتها للظروف الطبيعية والجغرافية فقط التي تناسب قيام الحضارة، فهنا كلمة فقط لابد أن أكتبها في الإشكالية في الأطروحة المثبتة. لماذا؟ لأنه هو يحصر نشأة الحضارة في ظروف، في توفر الظروف الطبيعية المناسبة، يعني لا مجال عنده للكلام على وجود عوامل أخرى. ولكن الكاتب عندنا هنا كتب فقط أنه، عفوا ما بدي استعمل كلمة فقط، كتب أن الحضارة مدينة في نشأتها للظروف الطبيعية، يعني كلمة مدينة تشير أنه أنا ممنوني إلى لوجود، يعني أنا ممتنة لوجود الظروف الطبيعية التي ساهمت في نشأة الحضارة، وهناك إمكانية، ونضع خط تحت كلمة إمكانية في ذهننا طبعا، هناك إمكانية للحديث عن عوامل أخرى. وهنا القول، أنا أمام قول مرن بصراحة، وليس أمام قول مقفل يحدد قيام الحضارة بشرط واحد. ننتقل إلى الخطوة الثالثة من خطوات الإجابة على السؤال ألف، الشرح. الشرح أيضا هناك خطوات أساسية له، لابد أن نسير وفق مسارها. نبدأ بالتعريف بالقول، أن هذا القول لفلان يطرح المسألة الفلانية بالمنطلق من الفكرة الفلانية. الخطوة الثانية هي شرح المفردات الأساسية في القول التي تدور حول المفهوم الأساسي، يعني القول عبارة عن إبراز لمفردات تتمحور حول مفهوم واحد، لابد أن أبين ذلك. شرح الأطروحة التي توصلنا إليها، وفي أثناء كل ذلك نستعين بالمكتسبات والمعارف التي درسناها عن الموضوع نفسه. كيف أطبق هذه الخطوات؟ نبدأ بالخطوة الأولى، تعريف القول. القول هذا لفلان، هنا أنا لم آتيكم بقول أحد الفلاسفة من بنات أفكاري، اعتبروا هذا القول لرقية مثلا، يطرح مسألة نشأة الحضارة ويقول ويعتبر أن الحضارة تنشأ في ظل توفر الظروف الطبيعية، وهو وفي هذا القول نجد مصطلحات تتمحور حول نشأة
الحضارة، فالمفهوم الأساسي الذي تدور حوله هو مفهوم الحضارة. عندنا بعض الكلمات المفتاحية التي تدلنا على الفكرة الرئيسية، مثلا مدينة، كلمة مدينة ونشأتها وظروف طبيعية والإنسان، والكلمة الرابطة والمقيدة لهذا الكلام هي كلمة المناسبة، أي أن الظروف الطبيعية يجب أن تكون مناسبة للإنسان. إذن الفكرة الأساسية لهذا القول أن الحضارة لا تنشأ إلا في ظل ظروف طبيعية مناسبة للإنسان. ويمكن هنا أن نستعين بشرح القول بالمكتسبات والمعارف التي درسناها عن هذا الموضوع. فنقول أن بدايات نشأة الإنسان كانت بأنه يقتات على ما يلتقطه في الطبيعة من فواكه وثمار الفواكه، وكان يصطاد الحيوانات، ومن ثم اكتشف النار وبدأ يطهو الطعام، ومن بعدها حدثت ما يسمى الثورة الزراعية، وهنا التحول الحضاري الأساسي الذي جعل الإنسان يستقر حول أحواض الأنهار والأودية والسهول التي تؤمن أو التي تتوفر فيها مساحات زراعية يمكن له أن يزرعها ويعيش. فنشأت الحضارات في وادي نهري دجلة والفرات، وادي نهر النيل، وفي الساحل اللبناني، وأيضا في نهر الجانج في الهند إلى آخره. نعطي أمثلة وشواهد ونشرح هذا الأمر، ونؤكد أن قيام الحضارة كان متحققا في المناطق المناخية المعتدلة والتي تتوفر فيها المياه العذبة والأراضي الزراعية الصالحة للزراعة. الجزئية الثانية من الموضوع هو باء، ناقش هذا الموقف في ضوء المواقف الأخرى، هذا على الشكل بشكل عام. وفي هذا الموضوع كيف نطبق خطوة المناقشة، كيف نطبق بشكل عام خطوة المناقشة وتطبيق عملي في هذا القول. نبدأ إذن بطرح السؤال، ناقش هذا الموقف في ضوء المواقف الأخرى التي تعتبر أن نشأة الحضارة أن لنشأة الحضارة عوامل أخرى. خطوات الشرح، عفوا المناقشة، نبدأ بجملة تكون بمثابة صلة وصل بين جزئية ألف وجزئية باء، بين الشرح وبين المناقشة، وتنتهي بخلاصة لما قمت بشرحه في الجزئية الأولى لأعتمد عليها في بناء المناقشة، لأنتقل إلى عرض أو استعراض العناصر الأخرى، وطبعا أستحضرها من الذاكرة لأنني كنت بدراستها من قبل. وفي ختام المناقشة نقوم بعمل توليفة للجمع بين الآراء التي تناولناها في الألف وفي الجزئية باء. كيف نطبق هذه الخطوات على الموضوع الذي أمامنا؟ إذن الجملة الانتقالية، نبدأ بالجملة الانتقالية. الجملة الانتقالية هنا يمكن إذن اختلف إذن رأينا أن الحضارة تنشأ
بحسب القول الذي أمامنا، تنشأ إذا توفرت الظروف الطبيعية والجغرافية التي تناسب عيش الإنسان. وهذا ما يؤكده الكثير من المفكرون والأنثروبولوجيون ومؤرخو الحضارة، ولكن العامل الطبيعي على أهميته وضرورته، فلم نشهد إلى حد الآن قيام حضارة في الصحارى، في الصحراء الإفريقية الكبرى، لم نشهد وجود حضارة بالمعنى الحضاري الذي نعرفه، ولا في هضبة سيبيريا حيث الثلوج والجبال وقمم الجبال المرتفعة. أيضا لم نشهد حضارة بما كما نفهمه اليوم. إذن ضروري توفر هذا الشرط، ولكنه ليس الوحيد، فلقيام الحضارة عوامل أخرى مثل العامل الاقتصادي، العامل الثقافي، العامل السياسي إلى آخره. أذكر العوامل وأشرحها بالتفصيل كما تعلمتها إلى أن أنتهي إلى التوليفة. التوليفة أقول إذن ليست الحضارة نتيجة لسبب واحد أو لعامل واحد دون سواه، بل هي نتاج مجموعة متداخلة من الشروط والظروف الطبيعية والبشرية والروحية والمادية اجتمعت في عملية تفاعل وتشابك وتناغم وانسجام على فترات زمنية طويلة، أنتجت الصرح الحضاري الذي يعيشه الإنسان في القرن 21. ننتقل أعزائي الطلاب إلى جزئية جيم، وهو سؤال يطرح حول مسألة ذات صلة بالموضوع الأصلي ولكنه مختلف عن الموضوع الأصلي، والمطلوب مني أن أبدي رأيي بشكل حر ولكن لابد من التعليل. في هذا كيف أجيب عن جزئية جيم؟ هناك خطوات أيضا أعرف. الخطوة الأولى أعرف المسألة المطلوب إبداء الرأي فيها. الخطوة الثانية أبدي رأيي أو موقفي من المسألة. ثالثا أقدم التبرير والتعليل. في الموضوع الذي أمامنا السؤال جيم هو: هل ترى أن تطور التكنولوجيا قد ساهم في تسريع حركة النهوض الحضاري أم في تدهوره؟ علل رأيك. إذن هنا السؤال متعلق بالنهوض الحضاري. طبعا نحن نعالج موضوع الحضارة، ولكن الحضارة في الزمن الذي نعيشه، هل تذكرون أننا توقفنا في التوليفة عند كلمة النهوض الحضاري الذي نشهده في القرن 21؟ إذن نحن هنا في سلسلة فكرية متواصلة، وقلت لكم أنها لطشة. إذا نحن هنا كيف سنستثمر هذا الأمر في إجابة جيم؟ أنا طبعا أنا كطالب قرأت المسابقة في البداية كلها وعرفت وزعت عقلي والخطوات في ذهني واستعنت بالخرطوش أو المسودة، ورقة المسودة، حتى يكون عملي مترابط ومنسجم ومتناغم منذ البداية إلى النهاية. إذا هل ترى أن تطور التكنولوجيا، نعم نعرف أن التكنولوجيا هي التطبيق العملي للعلم، قد ساهم في تسريع حركة النهوض الحضاري؟ يعني التكنولوجيا اليوم هل تجعل حضارتنا تنمو بشكل سريع أم في تدهور الحضارة؟ هل كانت التكنولوجيا مسيئة للحضارة بأن هدمتها؟ وعلينا أن نعلل رأينا. ربما يوافق الطالب على هذا الأمر، وربما يوافق على دور التكنولوجيا الإيجابي، وربما يرفض هذا الدور ويقول أن للتكنولوجيا آثار سلبية على تطور الحضارة. ولكن في كلتا الحالتين لابد أن يعرض أدلته على ذلك. إذا نحن هنا كيف نطبق الخطوات الثلاث؟
الخطوة الأولى هو تعريف المسألة التي نحن بصدد تقديم موقف خاص عنها. نقول أن الحضارة لا تقوم فقط في الجانب العلمي والتطور العلمي، لابد أن يتحول العلم إلى شيء يستخدمه الإنسان في حياته اليومية، وهو ما نسميه ونطلق عليه التكنولوجيا. إذن التكنولوجيا هي الجزء العملي والجزء التطبيقي من العلوم والمعارف التي توصل الإنسان عبر مسيرته الحضارية. ويختلف الباحثون أو المفكرون حول دور التكنولوجيا، هل دورها إيجابي؟ ساهم في تطوير النهوض الحضاري أم في تدهوره؟ أنا سأتبنى وجهة النظر الإيجابية، ربما أنت عزيزي الطالب تتبنى وجهة النظر السلبية بهذا الأمر. أنا سأدافع عن التكنولوجيا، فأقول مثلا أن التكنولوجيا راحت الإنسان واختصرت عليه الزمن واختصرت عليه الجهد المبذول ليتفرغ إلى دعم الحضارة بوقته وبجهده وبما يفيدها. مثلا الدليل، سأنتقل إلى الخطوة الثالثة. الدليل مثلا التكنولوجيا، الأدوات المنزلية قد ساهم في تحرر المرأة من عبء أداء الأعمال والواجبات المنزلية التي كانت مكلفة بها بحكم وجودها كزوجة في البيت ومسؤولة عن رعاية الأطفال والبيت وإدارة البيت، وكانت المهمة تلك تعيقها عن طلب العلم وطلب العمل. ولكن عندما ظهرت التكنولوجيا فإنها اختصرت عليها الكثير من الجهد. مثلا فأصبح هناك آلات مثل الغسالة، وأصبحت فول أوتوماتيك، مثلا هناك جلاية نشافة، مثلا مايكروويف، فرن كهربائي إلى آخره، الكثير، عصارة، فرامة إلى آخره، كثير، الطباخ الآلي، وهناك رجل آلي حتى. التكنولوجيا تطورت لدرجة أن أوجدت رجل آلي يستطيع أن يقوم بإعداد الطبخ من أوله إلى آخره، ويقوم بجلي الصحون والأواني التي يستخدمها في المطبخ إلى آخره. يعني هناك تطور مذهل للتكنولوجيا يجعل الإنسان يستغني عن جهده بالكامل، الجهد الجسدي لأدائه، والتفرغ بهذا الوقت لعمل آخر، مثلا لدراسة مشروع معين يخدم الإنسانية بطريقة أو بأخرى. إذن التكنولوجيا هنا أفادت الإنسان كثيرا، أفادت المرأة، ساهم في تحرر المرأة وفي طلبها للعمل خارج المنزل، لأن هناك من يعوض في داخل المنزل عن جهدها ووقتها. فأصبحت المرأة تساهم في الدورة الحضارية، وطبعا هذا أثر إيجابيا وبشكل كبير جدا على تطور الحضارة الإنسانية. وهكذا أعزائي الطلاب نكون قد حللنا هذا الموضوع وكتبناه وفق الخطوات المتعارف عليها في المنهج اللبناني. وأود أن أشير إلى أن بعض المدارس قد لا تطلب إحدى تلك الخطوات، وقد تكون تطلبها. الأمر متوقف على المدرسة طبعا، هذا الشكل العام الكامل، يعني أنا قدمت الشكل الكامل. لا أعرف كل أستاذ يشدد في بداية العام الدراسي على أي خطوة،
عموما الطالب يعرف ذلك ويحاول أن يستفيد من هذا التسجيل قدر المستطاع. أشكر متابعتكم وإلى اللقاء في تسجيل آخر، ولا تنسوا الاشتراك وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد.